فاطمة زران موسيقى ديال الموسيقية المحلية لحملة الشهادة مراكش، مؤطرين حملة الشهادة في مراكش خارجين كنحتجوا اليوم اليوم الثالث على التوالي من الاحتجاجات، اليوم الرابع على التوالي من الاحتجاجات ديالنا ضد القرارات اللي خرج بها الوزير، القرارات الإقصائية والمجحفة في حق بنات وأبناء الشعب المغربي. اليوم خارجين تنحتجوا وكنرفضوا وكنقولوا لا للإقصاء، لا للتهميش، لا لإلغاء الإجازات الأساسية. إذا كان اليوم الوزير خارج تيقول لنا بلي الإجازات الأساسية ما بقاش عندها دور دونك يسد الجامعات، إلى خارج اليوم الوزير تيقول بلي ذوي الاحتياجات الخاصة ما عندهمش الحق وما عندهمش فرصة في الإدماج في الوظيفة العمومية، علاش كيشدوا الدعم؟ اليوم جينا نقولوا ليه باننا نرفض وبشده القرارات، نرفض السن تاع 30 عام. واش حنا 30 عام باقي قادرين نعطيو 30 عام؟ الا جاتو 30 عام شاركين دونك يحل لينا دار العجزه، يدير شي حل، يعطي حل. حق في الوظيفه العموميه هو حق دستوري، كيكفلوا لينا الدستور كما كيكفل لينا الحق في التعليم والحق في الصحه والحق في الحياه والحق في العيش الكريم. الا هو تيخرق الوزير اليوم بهاد القرارات وبهاد الشروط كيخرق الدستور، كيخرق القانون. هو كوزير كممثل للمواطنين ماشي ممثل للباترونه وخدمه مصالح الباترونه، هو تما من اجل خدمه الصالح العام، وحنا هما الصالح العام، ابناء وبنات الشعب المفقر هما الصالح العام. الى اليوم الوزير ما قدرش انه يعطي حل معقول، يعطي حل معقول ويلغي هاد الشروط المهزله، فالافضل ليه يقدم شي استقاله ويشوف واش ممكن، لانه ما يمكنش فين هاد انت كتصور دابا هاد الجماهير هذا اللي كاينه اليوم فين غادي تمشي؟ واش يخرجوا يكليسيو؟ واش يحرقوا؟ واش ياكلنا الحوت؟ واش حنا في بلادنا والخاص؟ حنا كمواطنين في هذا البلد ولينا الخاص، ما بقاتش عندنا قيمه، ما بقاوش تيديروا اي الاعتبار. راه كاين مواطن، كاين انسان، الحق في الانسان، راه حقوق الانسان الشموليه والكونيه فينا هي؟ بهاد الشروط اللي تيحط اليوم كيجهز وكيزحف وكيقفز على كاع المواثيق الدوليه اللي سانيها المغرب مع المنظمات. انا ما عجبنيش هذا القرار، هذا ما جاني قرار عشوائي، لا صحة له ولا مسؤولية له، تخرج هكاك بعشوائية. هاد القرار هذا كيحطم أحلامنا وكينفي وجودنا وكينتهي كرامتنا كطلاب، وأنا كطالبة وكنضرب اسم جميع الطلاب نيابة عنهم. أنا القرار هذا حنا ما قابلينش عليه وغنبقاو كمسيرة يوميا لمدة أسبوع، غنشوفوا حنا واش القرار غيتراجعوا عليه ولا ماشي يتراجعوا له، غنبقاو مسيرات أخرى غادي تجي إن شاء الله باش حنا ننزلوا بهذا القرار ونطيحوا به. حنا القرار ما تيفيدناش حنا، ماشي لمصلحتنا، بالعكس لمصلحتهم هما، مصلحة الدولة والحكومة والوزارة. هذا القرار هذا أنا كنقول بن موسى، شاكيب بن موسى، هذا القرار اللي قررتي ما قرار ما والو، هذا القرار هذا كيفيدكم أنتم ومصلحتكم أنتم كوزراء، أما حنا بالعكس كينفينا. هذا القرار ما عرفتش من إمتى كانت الشيخوخة ولا كان التعليم ولا كانت الوظيفة العمومية بالسن، بالعكس السن 30 سنة عاد نوصلوا حنا لواحد السن اللي باغي نخدموا وباغي نقراوا وباغي نوظفوا راسنا باغي نبانوا في المجتمع، باغي هما 30 سنة صافي غادي تحطم لك المجتمع. إلا كان 30 سنة هو تحديد الشيخوخة، حنا ما باغينش الناس اللي راه يحكمونا يكونوا أكثر من 30 سنة. لا عز أخنوش ولا الوزارة كاملة ولا التشكيلة ولا التنسيقية الحكومية تكون أقل من 30 سنة باش يكونوا الموظفين شباب وتكون الحكومة شباب واللي يكونوا الحاكمين شباب. إلا ما كانش هذا القرار غادي يسير عليهم حتى هما، حتى حنا ما قابلينش يسير علينا. ممكن نشارك ندير واحد النقطة أخرى اللي هي اللي هاد الأيام كانت بزاف غلاء الأسعار. حنا كنقول للوزارة حنا ما قابلينش هاد الارتفاع الهائل في الأسعار، هاد الأسعار هادي ولات حنا ما بقيناش ما عندناش القدرة الشرائية باش نوصلوا حنا لدوك الأثمنة اللي كاينة حاليا في الأسواق. راه هادشي بزاف على الشعب، راه الشعب قهرتوه. راه واحد الحاجة ما تنساوش، راه قوة الضغط كتولد انفجار، وانفجار الشعب راه ماشي ما غادي تقدو لا مخزن ديال الدولة ولا ديال الدول الأجنبية.
كنقولوا لكم حنا كنشدوكم بصوت مسالم ومسيره سلميه، راه شي درتو بزاف، وهاد القرار اللي قررتو ما لا في استفادتنا ولا ما كيفيدناش حنايا كطلاب. المنح لحد الان مازال ما خرجاتش، الحي الجامعي ما بقاش كافي، الناس مبعدة على والديها، الناس كتخدم وكتدمر باش تقرا، كتاب بوليكوب كيدير 40 درهم، يعني خصك 6 ولا 5 البوليكوبات غتولي في ثمن هائل، من غتجيب انت داك الفلوس وباكغي، ماشي حتى موظف عامل بسيط، ممكن كاع هو خدام هي بالنهار ما عنده حتى شهرية مضبوطة، حشومة هادشي الكرا الماء الضو غلاء الأسعار، وزيدونا حنا بباط القراية نكونوا مسؤولين عليها، كاين اللي كيمشي في الحافلات، كاين اللي كيخصو فلوس ليسانس، فلوس المازوت، هادشي حنا بزاف علينا، ما مفرشنا أبسط حاجة باش يعطيونا حنا اللي حنا نقولوا ديك 30 سنة وفروا لنا يحيى جامعي. كما قالت الزميله ديال البارح، وفروا لنا خزانه في وسط الجامعه باش نقدروا حنا نطوروا ونعمروا العقول ديالنا، راه هادشي بزاف اللي كديروا فيه، راه حشومه. الا سكتنا حنا هاد القرار اليوم غيسكتوا عليه ولادنا وحفادنا حنا غدا، حنا ما بغيناش نسكتوا على هاد القرار. 30 سنه الا كانت غتسير علينا تسير على الحكومه كامله. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزياره موقعنا www.masinktv.ma.